حسام الدين فرحت. الو استاذ حسام. اهلا يا استاذ صبري، ازيك يا حبيبي؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك ويبارك لك، كل سنه وانت طيبين. وانت طيب، ازيك يا استاذ حسام؟ الحمد لله. نقول بقى وجها لوجه النهارده في ثوبه الجديد مع عيد الاعلاميين. انا بس انا مش قدك. انت استاذنا يا استاذ حسام. الله يخليك يا حبيبي. نقول صوت حسام الدين فرحات ما بين الاذاعه وبين التلفزيون مشوار طويل، كيف تقدم الكلمه الان؟ والله الكلمه الان يعني الله يكون في عونها في محنه. الكلمه الان في محنه، يعني احنا بنقول الاعلام يعاني، وخاصة ومعذرة إذا كان هيزعلوا مني زملائي في الإعلام في الفضائيات، زادت عن الحد أو النبرة. يعني أنا قلت حتى في محمد أبو سويلم اتقوا الله، يعني بلاش إن إحنا نهيج، بلاش يبقى في احتقان. والله أنت عارف يا صبري، من زمان إحنا كان عندنا يعني التزام، وكنا نعرف حدودنا من هنا لغاية فين ومن هنا لغاية فين، والتزام ذاتي. يعني ما كناش نسمع عن حاجة اسمها ميثاق شرف. هو كان ضمير بشري قبل أي حاجة، كان ضمير بالضبط كده، كان ضمير جوانا. إنما لما قنناه وحاولنا نحطه في بنود من حوالي 15 سنة موجود لكل والكل يعرفه. إنما النهاردة يعني إحنا نأمل إنه طبعا المهنية تعود مرة أخرى الى الاداء، وتترشد الكلمة مرة اخرى. ان احنا محتاجين حتى في الفترة القادمة ان الاعلام يكون نصير، مش يكون طبول ولا زفة. لا ما الطبول والزفة دي يعني ما عيشانا بقالنا اهو شايف في متاهة، مش عارفين اولها فين واخرها فين. ده كان زمان كان يقول لك ده اتقال في التلفزيون، الكلام ده اتقال في الاذاعه، كلام يبقى مصدق، يعني واخد ختم النسر زي ما بيقولوا. بالظبط كده. ايوه كده. ايوه كده. ما انت ابن الاذاعه بقى يا صبري. طبعا ما انا يشرفني ان انا اكون ابن الاذاعه وابن التلفزيون وابن المبنى ده، لكن الواحد لما بيشوف الاعلام ما اقدرش اقول اعلاميين يعني ولا تعليق. لا طبعا طبعا طبعا، مش كل الاهل طبعا، ما اقدرش اعمم، ولكن احنا اتعلمنا من اساتذتنا، وتعلمنا ان احنا برضو احترام الكبير، يعني زي ما قلت لحضرتك يعني بدون ميثاق كان في ضمير بيربطنا وكان بيوقفنا امتى ونتكلم امتى. عموما كل سنه وحضرتك طيب. النهارده في، وانت طيب يا حبيبي، وانت طيب بالصحه والسلامه. قول لي النهارده عايز تقول ايه؟ انا اسف للمقاطعه. عاوز اقول لك النهارده في مرض اسمه السبق. اي واحد النهارده يقول لك انا عاوز احقق سبق، ومش مهم بقى القيمه ايه، ومش مهم الصدق ولا كذب، ومش مهم المصداقيه، ولا كل هذه الاشياء تاتي في المراتب الاخيره. انما يقول لك السبق السبق السبق. سبق ايه؟ السبق ده في حدود، ده البي بي سي اللي هي يعني الاذاعه المخضرمه البريطانيه، الكود اللي بيحكم سلوكياتها والاثكس بتاعتها اخلاقياتها، قد كده تخين جدا، تبخن من دليل التليفون اللي عندك في البيت. سبق. هو مش فاهم برضو كلمه السبق يعني ايه. ما احنا كنا بنقدم سبق وبلينا انفرادات، ولكن برضو السبق في حدود. اما ليه مش السبق ان انا يعني اخش في عورات الاخرين، ان انا اخد في البلد. بالظبط كده. ده في ناس بتخوض في البلد مش في عرض الاخرين اشخاص، لا ده بتخوض في عرض مصر. بالظبط كده. انا عايزك استاذ حسام الدين فرحات كلمة تقولها اختم بيها هذا الحوار. والله اقول يعني احنا الامل عندنا كبير جدا، ومتفائلين جدا ان شاء الله في عهد جديد وفي عصر جديد تدخله مصر، تنضبط فيه الاشياء، يتحدد فيه الاهداف، وكلنا على قلب رجل واحد بمشيئة الله. شكرا للاستاذ حسام الدين فرحات الاعلامي الكبير ورئيس قناة النيل الاسبق، صوت من أصوات بلدنا، وصوت بلدنا يرجع مرة تانية.